ام يوسف. السلام عليكم. اتفضلي يا ام يوسف. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت في لعبة إلكترونية، لعبة على النت عبارة عن دومينو، طيب أنا ما رشنش فيها وما بحطش فيها فلوس، بس مجرد إن أنا لعبت وكسبت بكسب ربع جنيه ونص جنيه، لما بيكونوا 10 جنيه بسحبهم، ده كده حرام؟ يعني انت لما بتلعبي وتكسبي انت ما تحطيش اه فلوس، لا لكن ما انت لو بحطش لعبتي، فلوس. حاضر، انت لو لعبتي وكان ده بونص عشان تستخدمي اللعبه دي، فهو بيكافئك على انك انت استخدمتي الابلكيشن بتاعه اللي هو بالظبط، ابلكيشن كل اللعبه ما دي. بنكسب الشركة اللي بتدينا فلوس اللي بيكسب، لكن احنا ما بنحطش فلوس، حرام ولا طيب حلال؟ لا ده جائز وما فيهوش حاجه، ده من قبيل الجعل، يعني اللي انت بتعمليه ده من قبيل الجعل. لكن اهم حاجه، يكون بس حرام صح؟ ثانيه واحده، بس ثانيه واحده، بس ثانيه واحده، لازم اقول لك بس شويه حاجات. ده من قبيل الجوع، ولكن تخلي بالك ان ده ما يستهلكش عمرك وما يستهلكش حياتك، لان ممكن يكون ده عشان تبقي انت متواجده كتير على هذه اللعبه، ودوت بيؤدي الى اشياء ماليه كتير، يبقى فيه اعلانات وفي حاجات زي كده. فانا بقول لحضرتك ان الفلوس اللي انت بتاخديها دي اسمها جعل، وليس فيها مشكله. المشكله ساعتها لما بيكون في رهان بقى، لما يكون في قمار. لا ده مش من قبيل القمار، ده من قبيل الجعل، وده جائز والله أعلم.